يا سلام الله سلام، ونبتدي نظم القصيدة للرجال اللي نباهم واصل لقصى البلادي. مرحبا بمولودنا ويا جعلة ايامه سعيدة، عند عيال عايض اللي بالمواقف الشدادي، عند عيال عايض اللي بالمواقف الشدادي. يا سلام الله سلام، ونبتدي نظم القصيدة للرجال اللي نباهم واصل لقصى البلاد. مرحبا بمولودنا ويا جعلة ايامه سعيدة، عند عيال عايض المواقف الشدادي. جعلي يبقى ذخر ابوه وجعلي يبقى له عضيدة، ذا تفوز المراجل والمروة والمبادئ، ذا تفوز المراجل والمروة والمبادئ. والولد نايف جانا والولد من ذي الوليدة، اسم عمه قد سمى شيخ ربعه بالشدادي. جعلي يبقى فخر ربعه فالمواقف العنيدة، مثل ابوه اللي على الشدات دايم ما يهادي. الله يا نايف ابوك نجمي وانت مثله يا رصيدة، ابوك فوز الحمية دون حد الدار يفادي، ابوك فوز الحمية دون حد الدار يفادي. يا نايف ابوك وصى وانت شبل ما تحادي، حافظوا صوت ابوك اللي على العليا ينادي. والنعم باخوان ابوه اهل المواقف السديدة، ابو سعد ويا سفر والفعل يذهب الزنادي. في عمامه وبخواله كل نعم هي تزيده، متعبين خصومهم من دون حدنا البلادي، متعبين خصومهم من دون حدنا البلادي. اولاد عايض النشامه فالمواقف الشديده، فعلهم غم المعادي لين يصرخ بالعنادي. مرحبا بمولودنا ويا جعلة ايامه سعيده، عند عيال عايض اللي بالمواقف الشداد، عند عيال عايض اللي بالمواقف الشداد. 0501 3 4 6 8 6 6